السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في حصة جديدة من حصص الدورة التطبيقية الخاصة بإنشاء برنامج لإدارة المبيعات بالاعتماد على لغة البرمجة سي شارب وعلى قاعدة البيانات من نوع مايكروسوفت SQL سيرفر. إخواني وأخواتي، قبل أن أبدأ حصة اليوم أحب بل ويتوجب علي أن أتقدم إليكم جميعا بالاعتذار على طول الغياب وعلى هذا الانقطاع المباشر، وأسأل الله عز وجل ألا أكون قد تسببت لأي من الإخوة والأخوات في أي حرج أو أي ضيق، والله وحده يعلم كم كنت مشغولا طيلة الفترة المنصرمة وما زلت مشغولا حتى الساعة، لكنني عدت إن شاء الله لكي أتمم ما بقي من هذه الدورة، لأن الكثير من الإخوة والأخوات وقفوا في منتصف الطريق وبعثوا لي برسائل هل ستكمل الدورة أم أنك توقفت عند هذا الحد؟ فكان ردي عليهم بأنني لن أتوقف ما قدر الله لي البقاء، وما دام في عرق ينبض وقلب يخفق فلن أتوقف إن شاء الله حتى آتي على آخر درس من دروس هذه الدورة. ومن باب الوفاء بالوعد فأنا عدت إن شاء الله لكي أتمم هذه الدروس، وبعدها إن شاء الله إذا وجدت فسحة سنبدأ في دورة الـ ISP.NET التي كنت قد وعدتكم مسبقا بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. هذا الجزء الأول الذي أود أن أذكره هو الجزء الخاص بالاعتذار، فأرجو من الله أن تتقبلوا مني اعتذاري لأنني أخطأت بحقكم. والجزء الثاني أحب أن أبشركم إخواني وأخواتي، سيما الإخوة والأخوات المقبلون أو المقبلين على دخول عالم البرمجة، أو الذين ولجوا إلى عالم البرمجة لكن دخلوه بشكل متذبذب وما تزال لديهم يعني معلومات متهافتة، أو استصعبوا جزءا معينا في البرمجة. أحب أن أبشر هذه الفئة بأنني الحمد لله على وشك الانتهاء من كتاب البحر الشاسع لدخول الخوارزميات من بحرها الواسع، وهو كتاب سيكون نافعا بحق وبإذن الله سيكون كتابا جيدا. هذا هو الكتاب كما ترون معي إخواني وأخواتي، الكتاب متكون من 3 أجزاء موضوعة كلها في كتاب واحد تحت العنوان الذي ذكرته قبل قليل البحر الشاسع. الجزء الأول من هذا الكتاب يتحدث عن الحاسوب كجهاز، كيف يتعامل مع البيانات، كيف يعالجها، ما هي أنظمة تمثيل البيانات المتاحة، وكيف يتم استخدام كل نظام من هذه الأنظمة. هذا في الجزء الأول. أيضا مفهوم العمليات الحسابية على البيانات الثنائية، كيف يقوم الحاسب بمعالجة البيانات عبر العمليات المنطقية وغيرها، كل هذه الأمور مذكورة في الجزء الأول بإسهاب. الجزء الثاني من الكتاب يتحدث عن الخوارزميات، ما هي الخوارزميات، ما هو دورها، كيف ننشئها، ما هي حاجتنا بها كمبرمجين. والجزء الثالث والأخير يتحدث عن تحويل الخوارزميات إلى برامج عملية عبر تحويلها من الكود الزائف سيودو كود إلى كود حقيقي مكتوب بإحدى لغات البرمجة المشهورة. الكتاب الآن انتهيت تقريبا من جزئه الأول الخاص بتمثيل البيانات، انتهيت من نصف جزئه الثاني الخاص بالتعامل مع الخوارزميات. والخوارزميات بالعربية أعتقد ستكون يعني بادرة طيبة، لأن الخوارزميات مكتوبة بالعربية لكي تكون سهلة الفهم وتكون مستساغة وتكون اللغة العربية لغة قوية إن شاء الله. انتهيت بحمد الله من الجزء الأول من الخوارزميات، بقي فقط الجزء الأخير من الخوارزميات والجزء الثالث الخاص بتحويل الخوارزميات إلى برامج. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يقدر لنا البقاء وأن ييسر لنا كل صعب حتى نأتي على آخر صفحة من صفحات هذا الكتاب، ليتم نشره إن شاء الله قريبا بالمجان على الإنترنت لكي يستفيد منه كل من له به حاجة. فعلى بركة الله نعود إلى برنامجنا. كنا قد توقفنا فيما مضى عند الجزء الخاص بإدارة الأصناف، بحيث كنا قد أنشأنا هذه الشاشة التي تحتوي على العمليات الممكن القيام بها على الأصناف من خلال التنقل، العرض، البحث، الإضافة، التعديل. لا، البحث غير موجود، إذن سأضيفه إن شاء الله في الجزء الحالي الخاص بإدارة العملاء. يعني بقي لنا، لو عدنا إلى الشاشة الرئيسية، انتهينا من إدارة المنتوجات، انتهينا من إدارة الأصناف، بقي لنا فقط إدارة العملاء وإدارة المبيعات وتوزيع الصلاحيات وإدارة المستخدمين. هذه الأمور إن شاء الله سوف نباشرها ابتداء من حصة اليوم. هنا إدارة العملاء، هذا هو الدرس الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله، والبداية ستكون مع تصميم شاشة إدارة العملاء،
وهنا لنا الخيار، إما أن نستخدم نفس الطريقة التي استخدمناها في إدارة الأصناف بحيث نتعامل بالداتا بايندينج، يتم ربط الأدوات مع الحقول الموجودة في جدول العملاء، وهي طريقة رأيناها ولا فائدة من تكرارها. أيضا طريقة الخوارزميات رأيناها مع إدارة المنتوجات، فأرى أنه من الأفضل أن نعود إلى الإجراءات المخزنة، لأن بعض الإخوة استصعبوها ووجدوا مشاكل في تطبيق الشرح الذي مررنا عليه في الأول. لذلك فأنا أجدها فرصة مناسبة لإعادة استخدام الإجراءات المخزنة في هذا الجزء الخاص بإدارة العملاء. تعالوا معي إخواني وأخواتي على بركة الله نضيف شاشة إدارة العملاء عبر الضغط على المجلد المسمى PL Right Click ثم إضافة ثم Windows Form، ونسميه مثلا Form Customers. نغير مقاس الشاشة ونضع عليه الأدوات اللازمة للعمليات، مثلا داتا جريد فيو لعرض كل العملاء، إمكانية البحث داخل هذا الفورم، مربعات نصوص لإضافة عميل جديد، للتعديل على عميل موجود، لحذف عميل موجود، أيضا التنقل بطريقة الكود وليس بطريقة الداتا بايندين من خلال استخدام كارنسي مانجر أو البايندين مانجر بيز. هذه المرة إن شاء الله سنستخدمها من طريق إنشاء فانكشن أو إجراء يقوم بالتنقل بين البيانات بطريقة يدوية عبر كتابة الكود. كل هذه الأمور إن شاء الله سوف نراها في هذا الجزء الخاص بإدارة العملاء، ولرفع الوقت سأقوم بتصميم الشاشة ونلتقي بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم إخواني وأخواتي مجددا، هذه هي الشاشة التي قمنا بتصميمها الآن، ولكم الحرية في التفنن والإبداع والتصميم الذي يروق لكم. أنا اعتمدت في هذه الحقول من خلال الفيلدز الموجودة عندي في قاعدة البيانات. لو عدت إلى الداتابيز ثم إلى جدول العملاء، هذا الجدول سنجد بأن هذا الجدول مكون من مجموعة من الحقول كالتالي: رقم العميل. رقم العميل هو حقل أساسي تزداد قيمته تلقائيا، لذلك لسنا في حاجة إلى إضافته هناك. والفيرست نيم الاسم الشخصي والاسم العائلي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وصورة العميل. الصورة لو تلاحظون معي هنا نوعها انفارتشار، فأنا ربما كنت قد أخطأت في هذه النقطة وأنا أعترف أنني أخطأت، لأنه جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو. فسنغيرها إلى image، لأن النوعين الممكنين لتخزين البيانات حسب تجربتي الشخصية هما الـ image والـ var binary. الفارتشار لم أجربه، ولأننا يعني بصدد الدورة لا نريد أن نضيع الوقت مع أمور مجهولة. سأجربه إن شاء الله لاحقا، وإذا اشتغل معي سأقوم بنشر فيديو خاص بتخزين الصور في بيانات من نوع انفارتشار. لكن حاليا الأنواع التي أنصحكم بها هو النوع image الخاص بالصور، و var binary الخاص بتخزين البيانات الثنائية عموما، يعني ملفات صوتية، ملفات مرئية، كتب، يعني ملفات عموما، أي بيانات ثنائية. فتعالوا بنا نغير نوع هذا الحقل. رايت كليك على جدول العملاء وتختاروا معي موديفاي. إذا عندكم النسخة 2008 اختاروا ديزاين، أو أعتقد إيديت لا أذكر. عموما غيروا شكل الجدول موديفاي. هنا طبعا إذا غيرته الآن إلى إيمج سيمنعني، لأنه يقول إيمج ليست هي انفارتشار، لاحظوا. لذلك سألغي التعديل وأنسخ الاسم، أعمل له كوبي كنترول سي ثم أحذفه كلية وألصقه هنا وأحدد له النوع إيمج، ثم أعمل حفظ يس. وهكذا نكون قد عدلنا نوع الحقل image customer. هنا البيانات: الاسم الشخصي، الاسم العائلي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وهنا الصورة الشخصية للموظف، وهنا عرض جميع العملاء، هنا الصورة الشخصية للعميل، وهنا لائحة جميع العملاء. أنا كتبت هنا لائحة جميع الموظفين، سأعدل. من نافذة الخصائص الخاصية تكست. أيضا الفورم سألغي أوامر التكبير والتصغير عبر الخاصيتين Minimize Box و Maximize Box، تكونان افتراضيا True وأعطيهما False.
لكي لا يستطيع المستخدم تحجيم الفورم إلى حجم آخر. فهذه العمليات الأساسية عندي، التنقل بين الموظفين، جديد، إضافة، حذف، تعديل، كل هذه الأمور رأيناها، لكن سنعيدها فقط من باب دعم الفهم وتقوية المكتسبات، ولكن سنراه إن شاء الله بالإجراءات المخزنة كما أفردت في بداية الدرس. هنا اللائحة لعرض جميع الموظفين، هنا من أجل عملية البحث سواء من خلال الكتابة في مربع النص وظهور النتائج تلقائيا، أو من خلال الضغط على موافق وطباعة النتائج التي توافق الكلمة المبحوث عنها. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة إخواني وأخواتي، مع متمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.